ليديز اند جنتلمان، معكم انت تستطيع من مدينة مكة مهبط الوحي. من هذا المقام السامي ومن هذا المنبر العظيم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم، معكم فيصل، عليكم شاري اللي أسطورة. وبناء على رغبة فيصل الشخصية رجعنا لكم اليوم بتحدي خنفشاري صاروخ. جبنا لكم بسكويت بمعدل 14177 كالوريز. جيم بس جيم، ما عندك حاجة يا يوم تبيني. أنا قررت سويت تحدي على بسكويت عشان بابا ما كان يعرف هو إيش هو يسوي. صحيح، تبغى الصراحة يا فيصل، كمية البسكويت هذه اللي قدامي ما لها أي مرجع في تاريخ جهازي الهضمي. والله حلوة ترى. وراح يكون العقاب إذا ما خلصنا تحدي البسكويت. عندك هنا بابا. لا لا لا، مو الحين. عزيزي المشاهد، بالله أنت التحدي، دوس على الزرار وأربع شعار، ولا تنسوا تعطونا أحلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. إذا والله التحدي، ما عليك رجال، معبي فل بنزين. أنا آسف. يا دولة تحدي. أنت تستطيع. عارف من زمن جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي يشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي أنا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي. أنت تستطيع. لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع. أنت تستطيع. بسم الله نبدأ. راح أبدأ أول شيء. راح نبدأ بهذا. بسكويت أمريكان. راح نبدأ بهذا. إيه. نبدأ بهذا. شوفوا. أوه أنا أتذكرت أكلهم هم الاثنين. أيوة، هذا بسكويت أمريكانا من قديم الأزل. من يوم أنا بعمر فيصل وأنا أكل ذا البسكويت. أوه نسيت أوريكم. شوفوا الصراع هذا، بابا الصراع. طبعا في عدة أشكال في هذا اللي بالسكر، مرة رهيبة. السكر هذا في هذا الشكل، السكر هذا وفي هذا الشكل. تمام. يذوب في الفم بابا. تعرف الأطفال ما يقدرون يفقون هذا اللي هو حليب، والأطفال يقدروا يفكون اللبن. طيب يعني أفك لك إياه. خذي حبيبي. الوزن المصفى للبسكويت داخل هذه العلبة 454 جرام، يعني قريب نص كيلو بسكويت. يا للهول. حليب المفضل. حليب المفضل هذا كله ما هو مفيد، صح؟ هذا كله مفيدين، صح؟ صح. هذا الديما أنا مرة أحبه. نمبر 2. لا كبيت علي. ما كبيت، ضحك. طبعا سعرات هذا البسكويت حق الامريكانا 2421 كالوري. يا ينتبهني اي بسكويت دي يحبونه، اكتبوا تحت في التعليقات اي بسكويت من النوع، اي بسكويت من النوع، واكتبوا لنا مين فيكم
ايام زمان كان بعد ما يخلص العلبه هذه يحط فيها ابره خياطه او يجمع فيها فلوس، يعني ما يرميها في الزباله، يستخدمها. رمضان كريم صوموا لله على 30. رمضان كريم صوموا لله 30. رمضان كريم صوموا لله 30. هلي يلا وهلي يلا وهلي يلا. خد نفس عميق عشان بقولك نكتة بابا. في واحد حط الفلوس في خشمه. ليش؟ عشان عنده جيوبان فيها. ان شاء الله بابا، ان شاء الله بابا حلك شنبه ونسوي كل شيء عليه. لا ان شاء الله ما تحلك شنب، ان شاء الله خلص هذا التحدي. فيصل بسألك سؤال يا فيصل. وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ أنا ما شايف نفسي، شايفك أنت يا بابا. كيف شايفني أنا؟ شايفك وضعك كثير مع هذا أكل الكثير. يا بابا أنا ترى طول الأسبوع ما أكل شيء وسعراتي محسوبة وأصوم قبل التحدي وأصوم بعد التحدي. إيش يا بابا كذا تقول لي؟ انقلع. زمان بابا خلاني. زمان بابا ياكل نيكيت وياكل البرجر. زمان بابا خلاها زي كذا. تحدي ايش هذا؟ تحدي الاسبوع حق اللي انت تستطيع هذا. نريكم التحدي هنا. زمان بابا اكل نيكيت وياكل برجر. نوريكم هنا. هذا مرة فجرني. ايش بقى عصير فجرك؟ ايش انت قلت؟ عصير برتقال. انا عصير تفاح. انا اسف، المرة التحدي الجاي اجيب لك عصير تفاح. انا اسف. خلاص انا اسف. الله لا هذا صدق. ما تكتب. ايش هذا؟ عشان بس جبت عصير برتقال بالخطا. طيب خلاص، طب انت من البدايه ليش شربته؟ ليش شربت العصير؟ ريسبكت. هو ريسبكت انت. كان عليه ملح. التعادل. يح. أنا عندي أسنان مرة قوية، تقدر تفتح الموية من هنا. غلط، تعبر أسنانك. الزاحف ما هي تعور اسناني. انا اسمي الزاحف عشان انا مو اسمي فيصل. هذا بسكوت أوريو. هذا بسكوت أوريو، هذا مصنوع في السعودية ترى. هذه الأوريو العادية وهذه الأوريو الذهبية. انت عبيني ابغى إذا تكتبون مثلكم التحدي كونكليكس. بكرة حطون لايك وشير. اوكي حطون قلب لنا.
هنا في الجوال حطوا هنا قلب اوكي ولا ما راح مثلكم التحدي مرة ثانية إذا ما حصلنا قلب ولايك إذا ما حصلنا ما راح مثلكم التحدي إذا ما حصلنا أوكي يلا بقول على لايك وقلب. إيش سويت شيء؟ بسكويت ماري من قديم الأزل. طبعاً أنا هذا البسكويت عندي طريقة أحب أكل فيها هذا البسكويت. زبدية تكون البسكويت. الخطوة اللي بعدها تصبون الشاهي بالحليب على البسكويت. الله على الجمال. واو شوف كيف الدخان حرارة. ذكريات أيام زمان في النخاع الأفقي حق المخ. فاصل. الحين في تحدي سفرة رمضان حق الأسبوع اللي فات كثير من المتابعين كتبوا في التعليقات إنك في الدقيقة 14:08 تقريبا كبيت العصير وأنا ما انتبهت مع إن أنا جالس جنبك وأنا منتجت الحلقة كمان وتفرجت عليها في اليوتيوب بعد ما منتجتها ما انتبهت. إيش تقول للناس وإيش ترد للناس هذول اللي فضحوك في التعليقات؟ اللي ما يقدر مسلم في الدنيا ربي ما يقدر في الآخرة. ليش وضعتوني؟ ليش وضعتوني؟ تعال رجال. بسكويت أولكر بالسمسم برضو من الأشياء القديمة. بيج ميكس من شركة باولي أول مرة أجرب صراحة خايف كميته كبيرة إن شاء الله يطلع شيء طيب. في 6 أشكال من البسكويت 300 جرام سعراته حول 1600. نجرب هذا أول واحد. ممتاز هذا فيه كمون يبغاله هذا شاهي أحمر. فاصل. ها الحين في واحدة من المتابعات كتبت في تحدي الأسبوع اللي فات في التعليقات فاصل يا فاصل وحطت لك فاس قلوب وفاس يضحك هالنتفة يخليك تضحك غصب اسم الله عليه. آمين ربي يسعد ماما ويسلم يدينها يا رب. أنت تستطيع على المليون. إيش ترد عليها؟ الله يسعدك ويوفقك. أعطيتها لايك وقلب. أعطيتها لايك وقلب. أعطيتها لايك وقلب. كفوك الطيب. كارف من زمن جدي راسي مصدي عارك يندي في التحدي ما حد قدي تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي انت تستطيع لا تحاول تيجي بخطي ترى راح تضيع انت تستطيع تاكل شاورما تاكل جيعان ومسوي دايت وما انت عارف ايش تاكل هذا البرجر من كريف. تمسك البرجر زي كذا وتدركه مظبوط وتقول بسم الله. وربي يفكك صواميل المخ.
اللي ما ياكل منه ينكسر سنه. عزيزي المشاهد، إذا عندك طفل عنيد وما يسمع الكلام راح أعطيك الطريقة كيف تتعامل معه. أتفضل فيصل حبيبي. لو سمحت جيب لي موية. هاي هنقلع أعلق للقافلة. فيصل حبيبي، أنا بكرة بروح السوبر ماركت وبشتري أغراض للبيت، إيش أجيب لك معايا؟ جيب لي شيبس وشوكولاتة. أبشر يا حبيبي. يا أخي عطش اليوم، أحس فيه عطش. بكية. شكرا يا حبيبي. ندخل على البسكويت الشهير لوتس. فيصل، الحين في احد المتابعين كتب لك تعليق في الحلقة السابقة حقت سفرة رمضان، اسمه عبد العزيز محمد، كاتب نصائح: واحد، لا تخلي ولدك يضربك. اثنين، لا تخلي ولدك يفكر انك انت الغلط وهو الصح. ايش ترد على عبد العزيز؟ يا عزوز، ترى انا امزح مع بابا، هذا سيارة كيت. ينتبهني لما بابا يعصب علي ما يضربني، لازم كرسي العقاب. هو هذا هو كبير، هاي مكسورة على الرجل، مكسورة على الرجل. احمد ربنا على عيشه من داية شد الفيشة، احمد ربنا على عيشه من داية شد الفيشة. تطلع ايه؟ دكتور. دكتور بالانجليزي يعني ايه؟ تيتشر. اسمك ايه؟ تفاهة. ايه؟ تفاهة. ايه؟ تفاهة. مالك فخور قوي، امال لو اسمك اشرف كنت قلتها ازاي؟ كلمني عن هواياتك. اصيد سمك. تستهبل، انت عمرك ما مسكت سنارة اصلا. سوري انا اسف. ما يصلحك، بس انا سألتك يا فيصل عشان المتابعين يحبوا يعرف عنك كل شيء. يمتليني انا اسأل الغمشاري الاسطورة. أصابع بسكويت الشوفة. الجنت يبخرهم. الطعم بالشكل أولو. بالشكل أولو. الحين هذه رح نرسمها زي كذا ونأكلها. نأكل واحد هو الفائز. نحلو نشربه. هذه المهمة نسوي زي كذا. انت تاخذ هذه. تفضل. الوضع شكتولي مرة. اوه. واحد. سكر. الفايز اذا فاز راح ياخذ هذا الكاس. البنك. شو احفظ عليك انا؟
لا الله يسامحك يا شيخ. انا ايه. مو انا الله يسامحك. خذي ماما نبغى تحدي بسكويت. الله يسامحك. مكة حقنا موية زمزم عندنا الرجال رمزنا يا ليل. هيا خليك انت خليك انت خليك. اوف ايش بك تضرب؟ سوري كيتش اكتبون في التعليقات. يس شايك يا بابا نلعب كفك. ايه شايك يا بابا نلعب كفك. يلا نلعب. ليش انت ما قلت شيء؟ اوه يا فيصل نسيت معلاش. يلا ايش تبغى؟ نلعب ثاني؟ نعيد يلا طبعا. اي انت زي المتاحف بس يعني روح انت متحف بس يعني. طيب خلاص يا فيصل روح انس كرسي العقاب. روح بسكويت ابو ولد. بسكويت ابو ولد قديمك نديمك جديدك اغناك. هذا البسكويت من الطفولة. دايجستيف. والله مشكلة رائد في التحديات الحين صار يفهم كل شيء. بابا لا تمسك شيء. لا احترم نفسك احترم نفسك. Don't touch. عود ايش تختار العودي؟ كافو بسم الله نبدأ. طب يا حبيبي احنا عندنا تصوير لا تخرب يا بابا. خلاص يلا اعطيتك جوك. هذا مكان فيصل. يلا قوم لا تمسك شيء لا تخرب. شوفوا اشياء التحدي. نار عودي جاهز؟ 1 2 3 انت تستطيع. ماني قادر. بكرة نسوي بسكوت. بكرة نسوي تحدي مفيد مرة. هذه هاي. نسوي تحدي همبرجر. شايك بابا يسوي التحدي همبرجر. تعبت السكر تعبني. باقي لي هذه بس. شكلي والله بنسحب والله. بابا الماكينه انت الخسران صرت. يلا علق. لا تتحرك. لسه ما انسحب. طيب ما انسحب. باقي لي هذه اخر شيء. احس بالغثيان خلاص والله. انا غسيل الجبهه. لا احلق لك جنبك. اقسم بالله لو اي عقاب ثاني كان وافقت. وقال لي بسكوته ما كناها. كلها. لا تنسون تعطونا احلى لايك وشير وانشروا المقطع كل مكان. انشروا المقطع في كل مكان. مع السلامة ونحبكم. اللي ما يفضع وزنه في الدنيا ربي ما يفضع في الآخرة. هو مانكي انت تستطيع. سلام. عارف من زمن جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي. تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي. انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي. انت تستطيع.
لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع. انت تستطيع تاكل شاورما تاكل ديك تاكل دجاجة تاكل ديكر سل الموقع وانا جيك في التحدي مجليك تحدي حار ولا بارد ترى ما تفرق معايا وانت بعينك راح تشوف كيف بتكون النهاية. انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع.